فمنازل الجنة إنما تكون وفق ما يكون من عمل، فأحسن العمل يحسن الله لك العطاء. صلاح العمل سعادة وبهجة وانشراح لأهله في الدنيا قبل الآخرة، وذاك إذا تذوقوا طعم الإيمان، إذا تذوقوا ما في العبادات من أنوار. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصوم جنة، والحج توحيد. فالعبادات كلها غايتها ومقصودها هو إصلاحك وإسعادك، فالله غني عنك وعن عبادتك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من عمل صالحا فلنفسه، من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فاغتنموا هذه الفرصة بإقبال قلوبكم على الله، لا ندري متى الرحيل، ليس عندنا خبر متى سنرحل، كلنا راحل وبين يديه أجل. فليحسن العمل بين يدي الأجل حتى إذا جاء أجله وعمله يسعده، وما يكون من صالح عمله يشرح صدره ويكون سببا لوقاية شرور وأهوال.